لحتى ندخل شوي بالسياق وأعرفكم شوي بالخلفية اللي هي الدراسة، كان تأسيس شبكات حماية الطفل بشمال غرب سوريا هو من أهم الأساسيات اللي نحن ركزنا عليها خلال عملنا بحماية الطفولة. ولما بدأنا بهذا المفهوم كان إدخاله للسياق السوري هو حديث جداً، وما كان معروف من قبل سنة 2016 أو 2017. تأسيس هذه الشبكات هو قائم على المتطوعين من أشخاص مفتاحين بالمجتمع ومؤثرين وفعالين، يعني هن دائماً فاعلين بالمجتمع. كنا ندعوهم لأنه يعملوا مجموعة مجتمعية نبلش معاهم ببناء قدراتهم على مواضيع حماية الطفل، ومن بعدها بيتم كتابة توصيف. يبدو أن بالطبع استخدام الإنترنت لديه معوقاته، ونحن الآن نعيش واحدة من المعوقات. سنحاول التواصل مع آلاء، ولكن في المداد يمكن أن نتحول إلى الزملاء في أفسي، وسنرجع مرة أخرى إلى الزميلة آلاء لتقديم شبكة حراس. شكرا جزيلا ونشكر تفاهمكم. تفضلي مايا. مرحبا للجميع، أنا بعتذر ما أقدر أعمل شير سكرين لأنه ما بيسمح للموضوع، لأنه في حدا تاني عم يشير سكرين. إذا حدا بيساعدني تقدر عمل شير سكرين. شكرا. أوكي. مرحبا جميعا وأهلا وسهلا فيكم. نعتذر على أنا بدوري بعتذر على الخطأ التقني اللي صار. أنا اختصاصية بمجال حماية الطفل بمنظمة أفزي، وأنا راح أحكيكم مثل ما سبقت وتفضلت الزميلة نورة عن كيف نحن جربنا نستخدم الواتساب لنوفر تدريب على المهارات الحياتية للمراهقين بلبنان. رح جرب أول شيء خبركم شو كانت نقطة البداية لحتى نعمل هالتكيف. نحن بأدار 2020 بسبب إجراءات الإغراء اللي فرضتها الحكومة اللبنانية بلبنان لاحتواء انتشار كورونا، كان لازم نسكر ونوقف كل الأنشطة اللي هي وجهاً لوجه، ومنها تدريبات على المهارات الحياتية. بس بهالوقت كنا عنا شباب وصبايا كانوا معنا عم ياخدوا تدريب مهارات الحياتية، وكنا عارفين أنه عم بيواجهوا كتير صعوبات وفي احتياجات كتير نفسية اجتماعية معقولة تكون عم تخلقها هالجائحة، وهل فرض الحظر والتجول والقعدة بالبيت ما نون قادرين نشوفوا بعضهم، والظروف العصيبة كيف بدنا نديرها، والقدرات وكيف بدها تكون مواقفنا وسلوكياتنا بهالإطار. دونك من هلا نقطتين البداية بلشنا نحط شو ما هو تكون خطوات الإجرائية لحتى نعمل هالبايلوت أو هالخبرة التجريبية. بالحقيقة أول خطوة كان لازم نختار منصة أو تطبيق دامج ومتوفر للجميع. وأنتوا بعتقد بس حتى حطكم بالإطار، نحن عم نحكي عن شباب لاجئين سوريين ولبنانيين من المجتمع المضيف، أوضاعهم هشة أو اقتصادياً أو علمياً أو اجتماعياً، بمعظمهم الساحقة ما عندهم حاسوب، ونحن مضطرين نكون عم نقدم يعني الجهاز الوحيد المتوفر هو الجوال، وما ضروري يكون أبداً شيء متطور، بنعرف لأنه الحالة صعبة على الكل. الشباب عندهم مستوى منخفض من المعرفة الرقمية، والتواصل معهم عبر الإنترنت رح يكون كتير رهينة الكهرباء. نحن بلبنان واللي بيعرف لبنان منيح بيعرف انه نحن عنا أزمة كهرباء كتير كبيرة، وكمان الانترنت غالي، وبالتالي ما كان عنا كتير احتمالات للحقيقة غير انه نتجه على الجوال والواتساب بالذات لأنه استعماله مألوف، ونفينا ننشئ عليه مجموعات بيسمح شيء من التواصل، وهو كتير مستعمل من قبل الشباب. هلأ تاني خطوة قدرنا يعني حطيناها كمان بموضع التنفيذ هو أنه نصمم هالجلسات بما يتناسب مع التعلم عن بعد. شو يعني؟ نحن بأفزي نشرين دليل الميسر للمهارات الحياتية،
وكنا نيسر أو الشباب والصبايا اللي كانوا الميسرين كانوا يدربوا من خلال كتاب معين بس وجها لوجه، وكل الأنشطة هي أنشطة بتنعمل عبر مجموعات وفيها مناقشة وجها لوجه وتفاعل. هيدا الشيء بطل كله قادرين نعمله عبر استخدام الواتساب، وكلازم نرجع نعيد النظر بكل الأنشطة حتى نحولها سمعية أو بصرية أو سمعية بصرية. ثالث خطوة هي كانت اقتراح طريقة للجلسات تؤمن مشاركة فعالة للشابين والشابات. نحن كنا عارفين أنه الشباب والشابات زهقانين يمكن بالبيت، ما نون قادرين يعرفوا شو بدهم يعملوا، ضايجين، الوضع كثير صعب وضاغط. كان بدنا نجرب قد ما فينا نكون عم نشغل يعني فكريا وكمان بالحلقات. وبالتالي اقترحنا اذا بدكم صيغه هي صيغه الاوفلاين اونلاين، يعني بوقت قبل الظهر كنا كان الميسر بيبعث تسجيل صوتي بيطلب من الشباب يحضروا حالهم يمكن تمرين صغير او يحضروا فيديو معين حتى يفكروا فيه ويفكروا شو اللي بيربطوا بموضوع الحلقة. وبعد الظهر بيطلعوا كل الشباب على جروباتهم أونلاين، ويعني بيكونوا كلهم ماسكين الجوالات تبعهم، والميسر بيتعاطى معهم بيسجل وبيبعث لهم على الجروب الواتساب، لكن هو بطريقة التسجيل ما كان في لايف، ما لنا باتصال مباشر، هن بالتسجيلات بيتبعتوا صوت وبيتلقى صوت أو بيبعت صورة بيتلقى صورة وإلى ما هنالك. هلأ تحكيكم شوي عن كيف نجحت هالخبرة التجريبية. أول شيء مهم نعرف أنه نحن استهدفنا بالمرحلة الأولى 166 شاب وصبية. رح تشوفوا هون كيف كانوا مقسمين، وفعلياً هدول هن يلي 130 منهم هن يلي 136 منهم هن يلي خلصوا معنا كل المسار. أظهر استطلاع الرضا يلي كنا عم نقترحه بعد كل حلقة بآخرها، كانوا الشباب بفوتوا بقيموا الحلقة. هل استطلاع رضا أظهر أنه 70% من المشاركين أجمعوا أنه الأنشطة كانت مفيدة جداً لفهم المحتوى. وقت أقول الأنشطة يعني هن كل الأكتيفيتيز اللي نحن اقترحناها حتى نوصل إذا بدكم رسائل مفاتيح. كمان 70% أقروا أنه المحتوى مهم بالنسبة لهم، و 68% أجمعوا على أنه رح يكونوا قادرين يطبقوا كل شيء تعلموه بهالجلسة. كمان هالخبرة نجحت أنه أظهرنا استطلاع نهائي للدورة اللي عملناه عبر مكالمات هاتفية من بعد ما خلصنا كل المسار التدريبي مع كل الأشخاص اللي خلصوا المسار، أنه التفاعل مع الميسر سهل كان للغاية، وأنه اعتبر تطبيق واتساب أداة سهلة للتواصل، وهيدا الشيء كمان كان إيجابي. وكمان تبين لنا بالاستطلاع أنه الدورة كانت مفيدة للتعامل مع تحديات الوضع الحالي، ونحن بنعرف أنه تحديات كتير كبيرة، وكمان أنه دورة المهارات الحياتية مفيدة لتوسيع المعارف والمهارات بنسبة 73%. آخر شيء كمان اللي تبين له من هال التغذية الراجعة عن الخبرة التجريبية، إنه هالمسار قدر كمان يطال الشباب والصبايا اللي ما كانوا قبل أخذين تدريب مهارات حياتية. أنا فعلياً قلت لكم إنه الخبرة التجريبية طالت 136 شاب وصبية، فعلياً في 23% منهم هن تم جذبهم للدورة من خلال يعني هن حبوا يقولوا للأشخاص اللي بيعرفونا اللي كانوا ياخدوا معنا تدريب مهارات حياتية أو إخواتهم أو أصحابهم أو الجيران إنه هن عبيدهم يتسجلوا وفاتوا معنا بالدورة. ولهيك عرفنا إنه حتى هالأشخاص اللي هن 23% من المجمل كمان قدروا استفادوا ولقوها طريقة جذابة ومسلية ليتعرفوا على المهارات الحياتية. هلا اكيد كان في تحديات، هيدا الشيء ما بيخفى على حدا، وفعليا نحن من تسرب عنا من الدوره بحدود 18%، وكانوا ليش كرمال اول سبب واللي هو قله الكهرباء وتكاليف الانترنت وعدم وثوقيه شبكه الانترنت. للاسف هيدا الشيء كل الاشخاص اللي عم بيكونوا عم بيعلموا يعني عن بعض بيعرفوا، خصوصا بلبنان انه عنا تحدي كبير نسبه لهيدا الموضوع. هلا نحن كيف تعطينا مع هيدا الوضع؟ اول شيء بالنسبه للانترنت
توزعنا بطاقات شحن. أما بالنسبة لأنه أشخاص ما كانوا قادرين يكونوا معنا بالسيشن أو بالحلقة، مثل ما بتعرفوا على الواتساب في كلنا موجودين بالجروبات، وبالتالي المحادثة بتضل موجودة ومحفوظة. الناس اللي ما قدروا يكونوا معنا لسبب ما في كهرباء أو ما في شبكة انترنت فيهم يرجعوا يفوتوا ويطلع وقت يكونوا يرجعوا يلتحقوا، يعني يكون عندهم انترنت من جديد، يرجعوا يتفرجوا يشوفوا هالكونفرسيشن ويقروا المحتوى أو يسمعوا المحتوى، وبالتالي بتوصلهم المعلومات. تاني تحدي كان قصة إنه محدودية التفاعل على الواتساب. أنا سبق وقلت وبرجع بذكر، نحن عم نشتغل مش على اتصال مباشر، وبالتالي التفاعل هو عبر تسجيلات صوتية. الميسر بيبعث تسجيل صوتي بيطلب منه بيفسر أو بيعطي نشاط معين، والشباب والصبايا بيردوا بتسجيل صوتي كمان أو بالكتابة، وهيدا الشيء بيعمل إنه التفاعل في وقت بياخد وقت. وللحقيقة نحن حتى قدرنا نكون يعني عم نرد على هذا الموضوع، جربنا قد ما فينا نخلي الميسر يكون عنده قدامه تسجيلات صوتية يعني مسبقة، ما يكون عم يرتجل حتى يحط كل الانتباه تبعه على شو عم بيجاوبوا الشباب والصبايا ويقدر هو يتفاعل معهم بهالطريقة. هلأ شو هنا التوصيات الرئيسية اللي نحن توصينا لها؟ أول شيء على القليلة إذا الوضع سمح أنه نضمن جلسة لكسر الجليد وجها لوجه. نحن عارفين أنه كوفيد أو الكورونا ما رح يخلص عن جدي، يعني قريباً للأسف إن شاء الله، بس الواقع هيك بقلنا أنه يمكن نحن نضطر نعمل blended approach، يعني يروح شوي على نشوف نعمل تعليم حضوري ونعمل تعليم عبر عن بعد. وبالتالي إذا قدرنا نعمل هيدا الشيء بيكون أنه أول سيشن أو أول حلقة وجهاً لوجه مهمة لكسر الجليد، نتعرف على الأشخاص اللي عم بيكونوا معنا عبر الهاتف. تاني توصية كانت أنه نراجع تصميم الحلقات لحتى يمكن ما بقى فينا كتير نعتمد قبل الظهر وبعد الظهر. قبل الظهر يشتغلوا الشباب وحدهم على المحتوى، وبعد الظهر يجوا بالسيشن أو عبر الهاتف يشتغلوا، لأنه صار عندهم انشغالات، البلد عم يفتح يرجع، ما عندهم يمكن بقى هالقد وقت حتى يعطونا إياه، وبالتالي فينا نرجع نصمم الحلقات بشكل مقتضب أكتر. تالي التوصية كانت أنه نجرب منصة تسمح تفاعل فوري، يمكن مش من خلال تسجيل صوتية، يعني بشكل آني يتفاعل الأشخاص بين بعضهم أو الشباب والصبايا مثل زوم. نعرف أنه كمان في تحدي نسبة للكهرباء والإنترنت وإلى ما هنالك، بس أنه كان مهم أنه نقترح نجرب على القليل. أنا هون حطيت لكم، حطيت حبيت أشارك معكم شوية من الشهادات يلي المستفيدين عبروا عنها نسبة لهالدورة. وأنا بهالطريقة بكون أنهيت، وشكراً لكم. شكراً جزيلاً مايا، استمعنا للتحديات، استمعنا إلى التوصيات وتفاصيل البرنامج، وكان جيد جداً إنه في نهاية نسمع ونرى ما قال الشباب المشاركين في الدورات. أذكر الزملاء والزميلات المنضمين حالياً بأنهم يمكن طرح الأسئلة والمداخلات من خلال نافذة التحدث. شكراً جزيلاً. والآن ننتقل إلى منظمة طفل الحرب الهولندية ليخبرونا عن تجربتهم في تقديم بناء القدرات مع كل التحديات التي استطاعوا تحديدها خلال فترة التخطيط. أستاذ أسماء. مرحبا جميعا، شكرا لك ست نور، وشكرا لتحالف حماية الطفل والعمل الإنساني لإتاحة الفرصة لمشاركة تجربتنا في هذا المجال. بداية بحب أعرف عن حالي، أسماء شلايل من منظمة طفل الحرب مكتب قطاع غزة في فلسطين، ودوري كليرنينج بروموتر يعني ميسر لعملية التعلم، بالإضافة لكوني مسؤول التنسيق الميداني. وزميلتي هبة الغلايين تعرف عن حالها بدورها. مرحبا جميعا، أنا اسمي هبة الغلاييني، بشتغل كمان بمنظمة طفل الحرب الهولندية
كمان أنا متواجدة بمكتب غزة وبشتغل كمختصة بمجال الدعم النفسي الاجتماعي. بداية كنبذة سريعة عن تجربتنا، احنا بنشتغل في مجال الدعم النفسي الاجتماعي وبالأخص في مجال حماية الطفل. طبعاً كلنا واعيين على التحديات اللي صارت معنا العام الماضي خلال عام 2021 والوضع الاستثنائي اللي مرينا فيه خلال الفترة اللي منعنا من التواصل مباشرة وتقديم خدماتنا وجهاً لوجه مع شريحة كبيرة من المستفيدين في المجتمع. فكان التوجه الأكبر للاستمرار في تنفيذ أنشطتنا وتقديم خدماتنا للمجتمع ومواصلة الدعم النفسي الاجتماعي إنه نتوجه للاستفادة من منصات السوشيال ميديا للبقاء على تواصل معهم. خلال عملية التواصل هاي نفذنا العديد من الأنشطة من خاصة من خلال برنامج الواتساب، مثل زملائنا اللي في مناطق أخرى استفدنا من هاي الإمكانية في الاستمرار في التواصل مع الأهالي ومن خلالهم يتم التواصل مع الأطفال. خلال هاي المرحلة كان في كتير من التحديات اللي واجهناها بناء على الوضع الخاص بقطاع غزة اللي بيتمثل إنه في عنا معيقات كانت بتحد من التواصل بشكل سهل وسلس مع المجتمع. كان يمكن أهمها أنا سوري هلا انتبهت إنه إحنا ما شاركنا البرزنتيشن أشارك معكم البرزنتيشن وحيكون فيها توضيح عن مشاركتنا بشكل فعال. تمام واضحة الصورة للجميع. اللي واجهناها كان في عنا فرصة للاستفادة من أحد منصات التعلم اللي هو منصة أرست للتعلم، من خلالها بتقدم دورات نصية بشكل يوائم عملية القابلية للتواصل دون الاعتماد بشكل كامل على الإنترنت. فنظمنا كورس تعليمي عن طبعاً أهم التحديات اللي كانت بتواجهنا لعملية التواصل هاي في قطاع غزة خاصة، وكمان يعني أنا بعتقد إنه في فلسطين وفي عدد من الدول اللي بتواجه غزة بالذات، لأنه عنا القدرة محدودة والخدمات محدودة وإمكانية الوصول لشريحة كبيرة من المجتمع إلها كمان محدودة، بالإضافة لمحدودية ساعات الكهرباء اللي بتأثر طبعاً برضو على خدمات الإنترنت وبتأثر على خدمات الشحن والتواصل من جميع المستفيدين اللي بيعتمدوا على خدمات الإنترنت، والأهم من ذلك هو تدهور الوضع الاقتصادي بسبب عدد من المسببات ولاحقاً كان برضو بسبب COVID-19. يمكن هاي التحديات ساقتنا بسبب اعتمادنا على التواصل في السوشيال ميديا للانتباه لمشكلة كتير مهمة، يمكن زميلتي هبة هلأ ممكن تتوسع وتحكي فيها. طيب أنا لاحظت شوي الصوت كان بيقطع عندك أسماء، إذا لسه الوضع هيك بس رح أكمل أحكي. طبعاً أسماء كانت عم تحكي عن إنه في مخاطر بتواجهنا بخصوص التواصل عبر الإنترنت. هلأ بالفترة الأخيرة مع جائحة كورونا كل المؤسسات صارت تتوجه للتواصل عبر الإنترنت وعبر السوشيال ميديا، وهذا الإشي خلق شوية مشكلات، منها إنه صار في استخدام مكثف وعبء كبير، وخصوصاً إنه أغلب المؤسسات والجمعيات جديدة على هذا النظام، متعودين إن نطبق بطريقة اللي هو وجهاً لوجه التدخلات والأنشطة مع الأطفال ومع الأهالي، وهاي طريقة كانت اضطرينا إنه يعني لأقلمت التدخلات إنه نتوجه للي هو التواصل عبر الإنترنت عن بعد مع الفئات المستهدفة ومع الأهالي، وبالتالي هم كمان ينقلوا هاي الشغلات أو التدخلات لأطفالهم.
هذا الموضوع كمان نتج عنه إنه في بعض المحاذير اللي ممكن تكون يجب علينا الالتزام فيها كمؤسسة وكأشخاص بنشتغل مع جمعيات محلية ومع أشخاص كمان مختصين بيشتغلوا مع الأهالي والأطفال. بعض المخاطر ممكن تنشأ عن هذا الموضوع اللي هي بتخص صون وسلامة وحماية الأطفال والأهالي كمان المستفيدين معنا. يعني مثلاً ممكن إنه في حال كان أحد الأشخاص مثلاً من المشاركين بالواتساب جروبس اللي معانا شاركوا صورة أو فيديو ممكن هذا الإشي ينتج عنه ضرر أو إساءة أو إيذاء للأشخاص المشاركين معنا، وبالتالي إحنا ارتئينا إنه من الضروري جداً إنه إحنا نأكد للجمعيات اللي بتشتغل معنا وللمختصين كمان اللي بيشتغلوا وبيعملوا على نقل اللي هي التدخلات النفسية والاجتماعية والرسائل الخاصة بالتوعية للأهالي وللأطفال إنهم يعملوا على إنهم يراعوا معايير صون الطفل وسلامة الطفل، من خلال إنه إحنا عملنا أول إشي لإلهم زي تدريب وعملنا كمان إجراءات وتعليمات خاصة بضمان سلامة وصون الأهالي المستفيدين معنا وأطفالهم. حطينا بعض التعليمات والإجراءات لنضمن إنه ما نتسبب بأي ضرر أو أي أذى من خلال تواصلنا معهم عن بعد. وكمان قلنا إنه في طريقة تانية مفروض نعملها، مش بس إنه نعمل تدريب لإنه عن تدريب عن بعد، ممكن كمان إن للتأكد من وصول هاي المعلومات وللتأكد من التزام الأشخاص العاملين معنا بإجراءات السلامة وصون الطفل كان في ضرورة إنه نعمل هذا التدريب اللي هو من خلال الرسائل النصية. فكرة هذا التدريب بالرسائل النصية إنه ممكن يسهل وصول هاي الرسائل للمختصين اللي بيشتغلوا معانا والجمعيات اللي بيشتغلوا معانا في توصيل الرسائل للأهالي وللأطفال، وخصوصاً إنه ما بيتطلب التواصل الدائم على اللي هو المفروض يكون في شبكة إنترنت موجودة طول الوقت، لا هاي الرسائل بتوصل بالوقت المناسب للأهالي وللميسرين اللي معنا. كمان هاي ما بتحتاج انه يعني وقت ما يكون في انترنت كونكشن بيقدروا انهم يحصلوا على هاي المسجات. اذا بتحبي تكملي اسماء بالنسبه للتحديات اللي واجهتنا. انا بحب اضيف يعني من النقاط اللي وضحتها زميلتي هبه، إنه المنصة هاي أرست اللي استخدمناها واستفدنا من تجربتنا فيها وفرت لنا جزئية المرونة في التواصل مع المشاركين، بداية إنهم هم بيتحددوا الموعد اللي بيستلموا فيه الرسائل بشكل يومي حسب ما هو بنسبهم، كمان إنه الاستمرار في استلام الرسائل بيعتمد على حرصهم ومتابعتهم، وكمان إنه يعني بيسهل إنهم يرجعوا للرسائل في أي وقت توصل لهم بغض النظر عن التزامهم بالكهرباء أو أي إشي بيعيق إنه استمرارهم في هذا المجال. لا إحنا طبعاً خلال عملية تصميم البرنامج والكورس التدريبي كونه إشي جديد وإحنا حبينا نستفيد منه ونستخدمه كتدريب داعم لتدريباتنا الأساسية وبيضمن إنه التوجه اللي إحنا بنركز عليه في حماية الطفل كان فيه جزء من التحديات كون هذا التدريب كبلاتفورم جديدة أو منصة جديدة بالنسبة لنا، كانت خبرة جديدة لطفل الحرم إنه في آلية بناء الكورس التدريبي. وشكراً يعني لتعاون إدارتنا في هولندا مع العديد من الزملاء في المناطق على جميع المناطق العمل في لطفل الحرم في التغذية الراجعة ومراجعة المواد والتواصل مع الجهة المنظمة للكورس في تحديد الجزئيات اللي كانت بتعيق بناء الكورس، بالإضافة إنه نفس بناء الستركشر تبع الكورس التدريبي بيحد من الجزئية اللي ممكن نتواصل فيها أو كم المعلومات اللي ممكن ننشره بسبب وجود عدد محدود من الرموز اللي ممكن استخدامها، بالإضافة إلى إنه
بيعتمد اللغة الإنجليزية ما زال في عملية التسجيل وعملية المتابعة، ممكن تكون جزء من التحدي بالنسبة لجزء من المشاركين وآلية التسجيل. لكن إحنا طبعاً بنخرج من هذه التحديات بنجاح كتير استفدنا منه، وكتير كانت تجربة ناجحة بنعتبرها مع العدد اللي بلشوا في التدريب كتجربة جديدة لهم، إنه كتير من وجهة نظرهم هذا المشاركين، يعني بخص اللي هم المشاركين من الجمعيات الشريكة اللي سجلوا في التدريب، إنه أعطاهم مرونة في إمكانية الوصول لعدد منهم بشكل سهل يناسب أوقاتهم ويناسب إمكانياتهم، وخاصة إنه الإنترنت محدود في كتير مناطق من قطاع غزة، إنهم حتى الاستمرار لو نسي في يوم كان سهل إنه يتابع الكورس في يوم تاني، وكمان خففت العبء عندنا إحنا كمنظمين لعملية التعلم من منظمة طفل الحرب، إنه خففت العبء عنا إنه نكون يومياً بدنا نكون منتبهين لمعاد المشاركة أو إرسال الرسائل التعليمية. لا، هي المنصة كانت تساعدنا إنه مجرد نحط عليها المادة التدريبية ونحط الجدول التدريبي مباشرة بشكل تلقائي بتصلهم المسجات حسب هم ما بيختاروا في اليوم المناسب لإلهم. تتميز الرسائل من وجهة نظر حتى المشاركين إنها كانت بشكل جذاب، ما كانت مملة، الستركشر تبع التركيب تبع اللغة العربية واضح لهم، بيساعدهم في سلاسة تلقي المعلومات، المراجعة للمعلومات الأساسية عندهم، وكمان بيعطيهم خيارات أخرى إنه فيها روابط لمعلومات بتكون أكثر عمق أو مناطق أو معلومات بشكل موسع عن حماية الطفل. بالإضافة كان في جزئية بتعطي جزء من التفاعل مع المشاركين، إنه في أسئلة تحفيزية في نهاية كل يوم تدريبي بإجابتهم عليها بيجيهم الإجابة النموذجية، فبتعطي جزئية من التفاعل للمشاركين، وهي كانت يعني دور إنه ما يكونوا فقط متلقيين، كمان يحسوا حالهم في تفاعل من خلال عملية التدريب. يمكن بس بشكل كتجربة جديدة إلنا واستفدنا منها، في مجموعة من التوصيات إنه حبينا نشجع المشاركين اللي شاركوا في التدريب إنهم يستخدموا الرابط ويشاركوا مع جمعياتهم والمشاركين في نفس الجمعيات، ويشاركوا خبراتهم في هذا التدريب كمان مع زملائهم. نستفيد من هاي المنصة في بناء تدريبات أخرى لها علاقة في مجال حماية الطفل أو مجالات أخرى، لأنها كتير مفيدة ومساهمة في عملية نشر التعلم. كمان إنه نحاول نوصل لشرائح أخرى من المشاركين في هذه النوعيات من التدريبات، مثل الأهالي، مثل أفراد المجتمع، بمواضيع إلها سلسلة بالحماية، إلها علاقة في حماية الطفل. وطبعاً بنشكر لكم حسن استماعكم، ما بعرف إذا في النهاية زميلتي هبة برضو بتحب تضيف أي شيء. هبة؟ لا أسمى، تمام، كفيتي ووفيتي. ممكن بعدين بالأسئلة إذا تلقينا أسئلة من المستفيدين، لأنه بدناش نطول عليهم. طبعاً كثير بيسعدنا كثير بيسعدنا إنه نلاقي نتلقى استفساراتكم، أو يعني بنتعلم مع بعض من خلال تجربتنا هذه. شكراً جزيلاً أسماء وهبة الشرح الوافي لتجربتكم، وسعيدين إنه آلاء رجعت معنا، ودي واحدة من الأمثلة الحقيقية لتحديات أي عمل من خلال الإنترنت، وكان اجتماعات أو ندوات. آلاء اتفضلي، كلنا في انتظار نسمع تجربة حراس. يعطيكم العافية، وما رح طول عليكم كرمال الوقت. وهو مثل ما قلتي هذا مثال حي للتحديات اللي رح نشرحها بأي عمل هو عم يصير عن بعد.
فلحتى بس يعني بلش الموضوع مثل ما من محل ما وقفت، كنا عم نحكي إنه بناء القدرات وكان أساس لتقوية حماية الطفل بالمجتمعات المحلية، وهو أساس عملنا مع اللجان أو لجان الحماية الطفل بالمجتمع، لأنه هي صارت لاحقا تشتغل على رفع التوعية بالمجتمعات، وهو الحل الاستدامي لحماية الطفل في حال غياب أي جهة هي بتعمل بحماية الطفل بهي المجتمعات المحلية. لهيك هو كثير أساسي إن إحنا نفكر بحلول لما صار في جائحة كوفيد-19 وأثرت على الأنشطة، لأنه نحن ما عاد قدرنا نعمل الأنشطة بشكل جماعي، وكان علينا نحن كمنظمة هي بتشتغل بشكل إنساني المساءلة بأن نحن نغير شكل أنشطتنا لحتى يصير ملائم للتحديات الجديدة اللي الكل كان عم يواجهها. فكان يعني التدريب الفيزيائي كان علينا نحن نقله للمنصات اللي هي عن بعد، فانتقلنا هو بصراحة بأول فترة كان الانتقال سريع وأثر بشكل كتير على المتدربين أو المدربين بحد ذاتهم. بسبب النقلة السريعة نحن خسرنا المتدربين، صار في عنا نسبة حضور كتير قليلة للتدريبات، زائد أن المدربين صار عندهم صعوبات أنه هم ينقلوا التدريب بشكل أونلاين، لأنه ما كانوا مدربين على التدريب الأونلاين، والنقلة كانت سريعة بالبداية. فكان علينا أن نختار خطوات متعددة لحتى ننقل التدريب للأونلاين. أول شيء نحن اخترنا المنصة، واختيار المنصة هو كان راجع لسببين، اللي هو الأول توفر منصة جوجل ميت، تطبيق جوجل الاجتماعات بشكل مجاني للمنظمة، ومع قدرتنا على أنه 50 شخص أو أكثر أنه يحضروا الجلسة الواحدة مع خيار التسجيل والتنظيم الغرف الاجتماع والأسئلة أو الاستبيانات وغيره. زائد أنه الشيء الثاني أنه مسؤولين الأمن الرقمي بالمنظمة كان هاي توصيتهم لأنه نختار هذا التطبيق، لأنه كان هو الأفضل أماناً رقمياً بسبب حماية السياسات حماية المستفيدين اللي بقلبه. كان علينا أنه كمان ننقل آليات جمع البيانات أثناء التدريب، لأنه أثناء التدريب نحن مثلا يكون في عنا جدول حضور، استبيان قبلي، استبيان بعدي، الفحص النهائي وإلى آخره، كان هو كله ورقي. فكان بما أن نحن نقلنا للمنصة عن بعد علينا أن نختار منصة لجمع البيانات، وكان اختيار فورميرا هو الخيار المنظمة لأنه مربوط بتحليل البيانات، فنحن فينا نربط المتدرب نفسه وعدد حضوره ونسبة حضوره عفوا مع التقييم النهائي لحتى نقدر ناخذ دروس متعلمة من هاي العملية. زائد كان علينا تدريب المدربين وميسرين التدريب على كيفية إعطاء التدريب أونلاين، وشو هي آليات تعلم البالغين، وكيف ممكن إنه هن ينقلوا المحتوى التقني اللي هن كتير بيعرفوه وكتير متدربين إنه هن يعطوه لمحتوى سهل استخلاصه وأخده بالمنصات الرقمية والأونلاين. مع هاي الإجراءات اللي نحن عملناها للأسف كان في عنا لسه نسبة الحضور هي ما لا كتير مثل ما كانت وقت اللي كان في عنا التدريب الفيزيائي، فكان علينا نحن ننظر للموضوع بنظرة أبعد من الشيء التقني أو المادة التدريبية من حد ذاتها، لأنه التدريب بحد ذاته هو خبرة بيكتسب الشخص، سواء خبرة اجتماعية أو خبرة ثقافية أو خبرة تقنية إلى آخره، هي كلها هي مجموعة من الخبرات اللي ممكن الشخص يتلقاها بالتدريب، وكان علينا ننظر لها لحتى نقدر نحسن من نسبة حضور الأشخاص الأونلاين. فعملنا اللي هو تعارف ما قبل التدريب، بالمدرب أو الميسر بيعملوا مجموعة بتضم أعداء التدريب، وبيعملوا مثل تعارف بسيط لحتى يكسب الثقة بالمدرب، ويعملوا مثل تأسيس علاقة اجتماعية بهذا الشخص والأشخاص اللي حواليهم اللي حيكونوا بهذا التدريب طوال فترة التدريب.
زائد أنه كتبنا كتيب توضيح لاستخدام المنصة، سواء المنصة الإلكترونية اللي عم يصير عليها التدريب أو للأدوات اللي هي جمع البيانات، كيف هن يفوتوا على التدريب، كيف شو هي الأدوات اللي بيستخدموها إلى آخره، وطريقة كتير واضحة وبسيطة لحتى أنه هن يقدروا ينزلوا التطبيق ويستخدموه بشكل سهل. زائد أنه أحد التحديات كانت بالتدريب أنه اللي نقلناه للمنصة عن بعد كان في عدم ثقة بأنه هذا التدريب هو فعلاً فعال، أو أنه التدريب هو اللي بيحضره أونلاين أنا بحضره أونلاين، بفتح مثلاً التدريب وبآخر التدريب بأخذ شهادة حضور ولا أنا حضرت ولا شيء، فمعناته هذا التدريب ماله فعال وما رح أستفيد منه كتير. فلحتى نعمل بناء ثقة بهذا بمثاقية التدريب عن بعد، حطينا بعض الشروط الأساسية لحتى الشخص يقدر يحضر ياخذ الشهادة بنهاية التدريب. فكان في سواء نسبة الحضور، نسبة المشاركة، التشييك مثلا بين الفترة والثانية انهم دائما موجودين، وزائد انهم مثلا نعمل لهم الاختبار النهائي لحتى ياخذوا الشهادة بنهاية التدريب. اخر الشيء انه التدريب الاونلاين لانه صاروا الاشخاص يحضرون من بيتهم او اثناء عملهم، كان في كثير من الاشخاص يواجهوا تحدي بحضوره لانه عم ينسوا انه هلا الجلسة، عم ينسوا قديش مدة الجلسة، فكان في تذكير ومنبهات قبل التدريب وأثناء التدريب وقت اللي بيكون مثلا على مدى يومين ثلاثة، إنه بكرة الجلسة الساعة 9 البريك رح يكون لمدة مثلا 10 دقائق، أو الاستراحة حتكون لمدة 10 دقائق أو إلى آخره. فهي كلها ساهمت وقت اللي عملنا تحسين للنهج بالتدريب عن بعد، زادت نسبة حضور التدريبات عن بعد بنسبة 60% بعد ما نحن حسننا هذا النهج وعملنا هاي الإجراءات اللي حكيتها هلا. التحديات بالرغم من أنه نحن عملنا كل هالإجراءات ودرسنا كل هالدراسة لحتى كيف نحسن من نسبة الحضور ونحسن من يعني الفعالية بهاي الحضور بهاي التدريبات، كان في عنا تحديات وصعوبات هي يعني كانت شوي خارجة عن الشيء اللي نحن درسنا. نسبة حضور الإناث بالرغم من الإجراءات اللي عملناها فهي كانت زيادة نسبة كتير طفيفة بالنسبة بالمقارنة مع نسبة الحضور الذكوري اللي هن قدروا يحضروا بشكل أفضل، وهذا الشيء بيرجع للخلفية الاجتماعية للإناث بمجتمعاتنا، إنه هي وقت اللي بتكون قاعدة ببيتها بيكون في عندها واجبات منزلية أو رعاية أطفال أو إلى آخره من المهام اللي هي بتشغلها عن إنه هي تقدر تحضر التدريب، بخلاف الذكوري اللي هن ما كانوا يواجهوا نفس هاي الصعوبات بنفس الطريقة. زائد إنه بنية اتصال الإنترنت كانت ضعيفة بالرغم من إنه نحنا وفرنا بطاقات إنترنت للأشخاص اللي بدهم يحضروا كرمال إنه هني يتشجعوا ويحضروا، كان في عنا بنية اتصال بالإنترنت هي كتير ضعيفة، وكانت هي سبب بكثير من التدريبات إنه حضور ما قدروا يحضروا، أو حتى المدرب نفسه ما يقدر يعطي التدريب ويلتغي التدريب بحد ذاته. سريعا رح أمشي على التوصيات لأنه عم يداهمنا الوقت، فلازم نفكر بالعملية التوصيات اللي هي إنه عملية بناء القدرات هي جهود أكثر من مجرد تصميم المحتوى التدريبي. لازم نفكر بالعامل الاجتماعي، بالعامل الثقافي، بناء الثقة بالمدرب والمتدربين إنه هي مساحة آمنة بنقدر نشارك فيها ونحكي فيها. زائد إنه المنافع المرتبطة بالمشاركة بالتدريب نفسه كانت بالتدريب الفيزيائي هي أحد المحفزات الأساسية للحضور، مثل إنه أنا رح أجتمع بناس معينين في غدا، في جو اجتماعي كتير حلو، في ناس عم تعرف عليهم، زائد إنه التدريب نفسه. فنحن بالتدريب الأونلاين فكرنا بأنه مثلاً نعطي بطاقة الإنترنت لحتى تحفزهم أنه يحضروا، زائد أنه فكرنا بشهادة الحضور، شهادة التدريب، أنه هيك لا ترح تحسن من الحافز لأنه هن يحضروا التدريب وحيعطيهم منافع مرتبطة بالمشاركة غير عن التدريب نفسه. المدربين والميسرين لازم يتم تدريبهم على التدريب والتيسير عن بعد، ولازم يتعلموا عن آليات التعلم مع البالغين، ونكون مألوفين على التعرف وحل بعض المشكلات التقنية البسيطة، إنهم يعرفوا كيف يحلوا بعض المشاكل البسيطة اللي هي ممكن تواجه أي حدا عم ينضم للمنصة.
المتدربين لازم يتلقوا تعليمات واضحة وبسيطة عن كيفية استخدام المنصة والتطبيقات المختلفة، زائد أنه أجندة التدريب والجدول الخاص بالتدريب لازم يكون واضح للمتدربين، ونضل عم نذكرهم أنه بجدول التدريب والأجندة اللي هي رح تكون عندهم لاحقاً. طبعاً أنا ما يعني هي الدراسة هي لسه قضية التطوير، مثل ما حكيت لكم مثلاً نحن هلا عم ندور عن آليات كيف نحسن من حضور الإناث للتدريبات، وهي لسه عملية مستمرة لسه جديدة علينا ولساتنا عم نتعلم، وإن شاء الله بنشارككم بكل النتائج لاحقاً. متمنى يكون فاتكم هذا العرض التقديمي و off to you ستنور. شكرا جزيلا آلاء. لو ممكن في آلاء رجاء لو تغلق سكرته. شكرا. ايوه كده ممتاز. شكرا جزيلا آلاء. واضح تماما انه التدريب من عن بعد هي تجربة كلنا بنتعلم في كثير من التوصيات، في كثير من الدروس المستفادة يجب علينا تجميعها، دراستها، ووضع مزيد من التوصيات كيف نقدر نجود التدريب وحتى الاجتماعات من خلال الإنترنت. لازلنا نحن بنجود فيها. شكرا جزيلا على استماعنا لمجموعة مهمة من التجارب في استخدام منصات مختلفة لتقديم محتويات مختلفة، ما بين تعليمية، ما بين أنشطة توعية وتدريب مع المتطوعين المجتمعيين. إذا في أي أسئلة أو مقترحات أو حتى حابين تشاركوا بتجارب، يا ريت نسمع منكم من خلال المحادثة. أعتقد أغلب الأسئلة اللي وصلت تمت الإجابة عليها، وأغلبها بتتساءل إذا حنتم مشاركة العروض المقدمة. فنعم، كل العروض المقدمة تسجيل لندوة اليوم بالإضافة إلى تفصيل للثلاث أمثلة اللي تقدمت حتكون متوفرة في الموقع الإلكتروني لتحالف حماية الطفل في العمل الإنساني. ولكن نتمنى أيضا أن نسمع منكم وأن تتواصلوا معنا إذا لديكم مزيد من الأمثلة ذات تودون مشاركتنا إياها. في انتظار أسئلتكم أنا حراقب شاشة المحادثة وعيني على الزمن. سأعود مرة أخرى للمقدمين وأطلب منهم في أقل من نصف دقيقة ختاماً رسالة مهمة تودون من المشاركين والمشاركات معنا اليوم أن يتذكروها. سأبدأ بمنظمة طفل الحرب، أسماء وهبة، تفضل. أبلش ولا تبلش هبة؟ أبلش أنا. تمام. أوكي. بأشجع كل المشاركين اللي كانوا معنا اليوم بأنه أنا شفت كتير منهم بيشتغلوا بمجال حماية الطفولة وبمجال إدارة الحالة، وبما إنه الكل حالياً بيمر بنفس الأزمة إنهم يضلهم يدوروا ويحاولوا يكونوا يلاقوا طرق إبداعية في مشاركة المعلومات، في مشاركة مواد التوعية، في ضمان حماية وسلامة الطفل أثناء تواصلنا معهم عن بعد مثلاً، إنه نضل ندور على طرق إبداعية وطرق جديدة لضمان إنه نضل نخدم هدول الفئات الأطفال والأهالي وندعمهم نفسياً. بحب أضم صوتي لصوت زميلتي هبة. إحنا يعني نفس الأبروتش في نفس التوجه في دعم عملية التطوير التعلم في وأخذ العين بعين الاعتبار على حماية الطفل في كل مراحل التدخلات. بحب كمان إنه أركز على توصية إنه المشاركة في العديد من مثل هذه المنصات لمشاركة الخبرات، وشكراً يعني لوجود هيك فرص، ونتمنى إنها تستمر في سلسلة الويبينار لأنها كتير بتعطي فرص لمشاركة الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين، لأنه إحنا حالياً في عهد العولمة
الخبرة واحدة للجميع والتجارب واحدة والاستفادة حتكون شاملة للجميع. شكرا لكم. شكرا جزيلا أسماء وهبة. في سؤالين طرحت فبدعوا مايا وآلاء يحاولوا إذا الإجابة عليهم من خلال مداخلاتكم. السؤال الأول، ممكن أعرف كيف كانت تجربتكم بالتواصل مع أطفال إدارة الحالة عن بعد؟ والسؤال الثاني، برأيكم هل الوسائل التفاعلية تعطي نفس الفائدة وستكون بديل عن التواصل الفيديائي في التعامل مع الأطفال؟ مايا الحبيب. مرحبا عن جديد. رح اسمح لحالي جاوب على تاني سؤال واترك إدارة الحالات لأنه بعتقد في زملاء كمان هن متخصصين. بالنسبة إلي أكيد الفعالية عن بعد ما فيها تكون هي ذاتها للأسف، لأنه نحن أشخاص اجتماعيين وبحاجة أكيد نكون عم نشوف بعضنا ونكون عم نتشارك مع بعضنا وجها لوجه حتى نتعلم بطريقة أسهل. بس فعليا واليوم الخبره اكثر بنكتسب خبره اكثر رح نتعلم كيف نحسن، بس العلاقه الانسانيه مع بعض بحضور بعض انا بالنسبه لي ما في غنى عنها. لكن الواقع الحالي مثل ما سبق وقلت انا ما بعتقد انه جائحه كورونا رح تنتهي قريبا، بتحتم علينا انه نحن نتاقلم مع الموضوع ونحسن حالنا. وأنا يعني رح اختصر شوية رسالة اللي بحب وجهها للكل، لا إذا كنتوا عم بتقولوا لي تدريب مهارات حياتية ما قبل ما نبلش قبل ما نبلش تعليم عن بعض، كنت بقولكم ولا ممكن يصير عن بعض. من بعد هالخبرة ومن بعد ما شفت قديش شباب تفاعلوا معنا وكانت حاجة لأنه ما في إمكانية تانية، بقول إنه هي حقيقة قادرين نعملها، قادرين نخليهم يتعرفوا على المهارات ويفكروا بحالهم لأنه هي كمان أداة لمعرفة الذات أكثر. يمكن مش بذات الفعالية بس مهمة إلهم، هيدا شو طلعنا من الأرض. شكرا. شكرا جزيلا مايا. آلاء كلمة أخيرة وإذا حبيت تجاوب على بعض الأسئلة المطروحة. في سؤال والله بالQ&A جاوب عليه إنه كيف ممكن يعني تسهل الموضوع للأشخاص اللي هم لا يستطيعون القراءة والكتابة عملية جمع البيانات. فكنت عم بطرح إنه إحنا الحل اللي وفرناه إنه كانوا يتواصلوا معنا بشكل خاص ونوفر هذا الشيء، فإنه بنينا العلاقة بين المدرب والميسر مع المتدربين إنه هنا يتواصلوا بشكل خاص بتسجيلات صوتية ونحن نقوم بعملية التسجيل على الاستمارات. كتوصية نهائية يعني دائما نتعلم من هاي التجارب. العملية هي رسالة بقيد التعلم، ما في مشكلة ان احنا نقع بالخطأ، بس انه نعرف انه وقعنا بالخطأ ونتداركه ونحاول نقوم بافضل ما يمكن فعله لمصلحة الاطفال والمجتمعات المتضررة اللي احنا بنخدمها. شكرا لك. شكرا جزيلا آلاء. وبالنسبة للأسئلة حول دراسة الحالة والعمل عن بعد، بالتحالف هناك مجموعة عمل متخصصة في إدارة الحالة، وبالتأكيد حنقوم بتواصل معهم. أعتقد أنه في الأيام الماضية والشهور الماضية هم كمان قاموا بتقديم عدد من الندوات، فهنعمل على مشاركة اللينك معكم إن شاء الله، ولو في مزيد من الأسئلة سعيدين إنه إحنا نقوم بالإجابة عليها من خلال مزيد من التواصل. عيني على الساعة، الزمن الجميل بيعدي سريع، وللأسف نحن الآن في ختام هذه الندوة. بشكر كل المشاركين معنا، منظمة طفل الحرب الهولندية، أفري، وحراس شبكة حراس. شكرا جزيلا، استفدنا كثيرا من الأمثلة والتحديات والتوصيات، وأتمنى أن يكون كل المشاركين غد يشاركونني نفس الإحساس. وفي الختام شكرا لكم ونتمنى أن نلتقي على خير. مع السلامة. Thank you so much for everyone and thanks a lot, and we are the closure of today's webinar.